السلام عليكم. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ بينها وبين زوجها خصام دائم، تقول وأنه يزعل في الأسبوع إلى الأسبوعين، تقول هل علي إثم إذا لم أراضيه؟ وما توجيهكم لهم؟ أقول إن الله عز وجل قال في كتابه العظيم: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالواجب على الزوجين إذا كانا يريدان أن يرضيا ربهما وأن يعيشا عيشة سعيدة هما وأولادهما أن يتعاشرا بالمعروف وأن يتسامحا فيما بينهما وأن يدع الجدال والخصومة، لأن الخصومة لا تزيد الأمر إلا شدة. الخصومة توجب العداوة والبغضاء، الخصومة ربما تؤدي إلى الفراق، وإذا كان بينهما أولاد صارت المشاكل. وإذا قدر أن المرأة قامت بحق زوجها ولكن الزوج لم يقم بحقها، فلتصبر ولتحتسب، والفرج قريب ودوام الحال من المحال. وإذا قدر أن الزوج قائم بحق الزوجة ولكنها هي التي لم تقم بحقه، فليصبر عليها، لقول الله تبارك وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لو سمحت، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغضها ويكرهها. لو سمحت، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فعلى الزوجين أن يتعاشر بالمعروف وأن يصبر كل منهما على أذى صاحبه، وأن يتحمل ما نقصه من حقه حتى تكون حياتهما سعيدة. وإذا أراد إصلاحا وفق الله بينهما.